وينضم إلينا من مدينة كفرنبل إبراهيم سويد مراسل حلب اليوم وصديق الشهيد خالد. أهلا بك إبراهيم. إبراهيم، باعتبارك أحد أصدقاء الشهيد خالد، لو تحدثنا قليلا عن حياته الشخصية ونشاطه خلال الثورة. نعم أخي، نعم اليوم نودع الشهيد الزميل خالد العيسى حيث وفر منذ قليل إلى مدينة كفرنبل مسقط رأسه. نعم خالد العيسى استشهد في مدينة حلب بعد أن غطى معظم المجازر الإنسانية التي حصلت هناك. خالد العيسى من أول الأشخاص الذين خرجوا في هذه الثورة، باشر في العمل السلمي، ثم انتقل إلى تغطية المعارك وانتهى به المطاف في تغطية المجازر في مدينة حلب، حيث اغتيل بعبوة ناسفة استهدفته هو والناشط الإعلامي هادي العبد الله. يذكر أن خالد العيسى هو من مصور هادي العبد الله والمرافق له في معظم العمليات الإعلامية. طيب إبراهيم، هل لديك معلومات عن تعرض خالد في السابق لأي تهديدات تمس حياته أو لمحاولات اغتيال سابقة؟ أخي الكريم، يذكر أن يعني خالد العيسى لم يتعرض يعني حتى اللحظة لأي عملية اعتقال من أي فصيل كانت أو أي من جهة، سواء كان هو لحق من قبل النظام سابقا، وهناك تهديدات دائما للناشطين الإعلاميين من لتهديدات أو كذا، يعني لم يكن هناك تهديدات واضحة، نشر على الإنترنت تهديدات لكن هي غير دقيقة لخالد العيسى. طيب إبراهيم، هل هناك أي معلومات حول الجهة المتهمة في اغتيال خالد؟ حتى اللحظة لم تصدر معلومات أكيدة أو حتى شبه أكيدة عن مصدر الذي قام باغتيال خالد والناشط الإعلامي هادي العبد الله، لكن أصابع الاتهام بالنسبة للمقربين لدى خالد، منذ قليل كنا في تشييع خالد، كان هناك أحد المقربين لدى خالد صرح بأن النظام هو وراء هذا العملية اغتيال هادي العبد الله وخالد العيسى، لكن بالتحديد كمعلومات رسمية أو شبه يعني أكيد عن مصدر، لا يوجد حتى الآن مصدر يؤكد أن خالد العيسى اغتيل من أي جهة. طيب إبراهيم، ما أبرز المخاطر التي تواجهكم كصحفيين في الداخل السوري؟ نعم أخي الكريم، يعني معظم المخاطر التي تواجه الإعلاميين في الداخل السوري، نحن باعتبارنا بدأنا بالجوالات ثم ارتقلنا إلى مرحلة الكاميرات وإلى غيرها، فالمعدات التي يملكها الإعلامي في الداخل السوري ليست بالمعدات الكافية، بحاجة إلى الدرع إلى الخوذة يعني لتحميه من الشظايا، لكن معظم المخاطر التي تواجه الإعلامي في الداخل السوري الآن أصبحت الاغتيالات. يعني الآن بدأ الإعلامي يغتال حتى داخل منزله، ولاحظنا الفترة الأخيرة الإعلاميين الذي تم اغتيالهم، فمعظم يعني المخاطر الأمنية الآن هي من الاغتيالات، فهي لا يعني لا تعرف يا تعرف نفسك. فأما بالنسبة للمعارك وبالنسبة للقذائف وتغطية المعارك، يعني الإعلامي يعرف أنه هناك مخاطر، لكن المخاطر الأكبر الآن أصبحت في الاغتيالات، أيدي خفية الآن تقوم باغتيالات الناشطين الإعلاميين والصحفيين والمراسلين. شكرا جزيلا لك من مدينة كفرنبل إبراهيم سويد مراسل حلب اليوم وصديق الشهيد خالد العيسى.